أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2018 بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والذي جاء دعما لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة بحسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية، إذ استلمت مملكة البحرين 2,292,000,000 دولار أمريكي في عام 2018، وأنها بصدد استلام الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2,276,000,000 دولار أمريكي خلال العام الجاري. وبيّنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام، مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022. وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين ستستلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه على النحو التالي، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 1,761,000,000 دولار أمريكي، وفي عام 2021 ستستلم نحو 1,846,000,000 دولار أمريكي، أما في عام 2022 ستستلم نحو 1,421,000,000 دولار أمريكي، وستستلم 650,000,000 دولار أمريكي في عام 2023. وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 ب6.2%. وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والذي سيتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.